جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها سؤال يقول: لقد حلفت يمينا من أجل جدال حدث بيني وبين بعض الأشخاص وكنت أعتقد صحته، ولكن ظهر غير ذلك وتبين أن الحق معهم وأني حلفت في الخطأ، فما الحكم في هذه اليمين وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. وباعث هذه الرسالة هو المستمع عبد الله بن محمد الغريس من الرياض. ما دمت لم تتعمد الخطأ فإن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه إثم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فإذا حلفت على شيء تظن صدقك ويغلب على ظنك أنك صادق لكن تبين بعد ذلك أنك مخطئ فلا حرج عليك، وهذا من لغو اليمين.